اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن رؤيه الكحك في المنام. في حد كان كاتب لي في التعليقات عايز تفسير رؤيه الكحك. بصي يا حبيبتي، لو انت بنت مش متجوزه وقدامك كحك او بتاكلي كحك او اشتريتي كحك، ده دليل على اقتراب خطوبه لك او زواج او سماع اخبار سعيده لك. طيب لو حد شاف ان هو قدامه طبق فيه كحك وحبة كحك صغيرين، دلل على رزق او مال قليل. طيب لو واحدة متجوزة وشافت نفسها ان هي بتعجن كحك او بتسويه، دي محتاجة عطف وحنان وحب وكل حاجة. طيب لو رجل رأى نفسه ان هو بيأكل كحك، ده دليل على اقتراب سفر له قريب جدا. طيب لو حد شاف ان هو بيأكل كحك كتير وقدامه كحك كتير، ده دليل على هم ومشاكل وكرب، والله أعلم. ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس واشتركوا بقى في القناة.